تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا طوبي كثبت وابوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ إذا مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. اليوم راكم هنا معنا كما الأطفال اللي راهم حابين كامل يجوا يشاركوا معنا في هذه الحصة، ما عليهم إلا يتوجهوا لموقع الإنترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تتوجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com باش تسجلوا الحضور لازم شوية تاع الصبر. لماذا؟ لأنه التسجيلات كثيرة وعمو يزيد أو حاب يعرضكم كامل للحصة ديالو. إذن شوية تاع الصبر وراح ينتصدوا بكم. كالمعتاد في كل حصة نتكلموا على يوم عالمي. على بالكم اليوم العالمي اللي صادف هذه الفترة، هذه في هذه الفترة هو يوم 5 نوفمبر، هو اليوم العالمي للطف. اليوم العالمي سي لا جورني انترناسيونال دو لا جونتيس. تحبوا الناس لطفاء، انسان اللي يكون لطيف يا اخي لازم يكونوا لطفاء. واش رايكم نقول لكم لغز اليوم؟ تحبوا الالغاز؟ اذا نطرح لكم لغز اليوم. لغز اليوم يقول: شيء كله ثقوب لكنه يحتفظ بالماء، من هو؟ أعيد اللغز لكم والأصدقائنا الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا يقدروا يشاركوا في الجواب على اللغز بهذه الطريقة هذه. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن شيء كله ثقوب لكنه يحتفظ بالماء، يا ترى ما هو؟ يا أطفال واش رايكم دركا نروحوا نكتشفوا الشخصية مع الباحث أيمن اللي راح يعرفنا بشخصية إبراهيم مزهودي. إذن تصفيقة كامل، نرحبوا بأيمن. تفضل أيمن. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة إبراهيم مزهودي. ولد الشيخ إبراهيم مزهودي في 9 أوت 1922 بحمامة تبسة، وهو خريج جامعة الزيتونة. درس في باريس سنة 1948 بجامعة السربون وعمل بتدريس بمدرسة تبسة. انضم عام 1956 إلى الجيش التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية. تحصل على رتبة رائد. كان نائب قائد ولاية تانية أثناء الثورة التحريرية، وكان من قيادة البارزة التي حضرت مؤتمر صومام سنة 1956. شغل منصب أول أمين عام للحكومة الجزائرية المؤقتة بعد استقلال الجزائر. أصبح عضوا في الجزائر المجلس الوطني الجزائري سنة 1964. عين بمنصب سفير مفوض فوق العادة بالعاصمة المصرية القاهرة إلى غاية 1974. ظل يلقي في فترة من سنة 1979 إلى سنة 1999 خطبا بمسجد حمامات بتبسة. كما شغل منصب رئيس شرفي للجمعية للعلماء المسلمين الجزائريين. انتقل إلى رفيق الأعلى المجاهد الشيخ إبراهيم مزهودي 26 فيفري 2010 عن عمر ناهز 88 عاما. شكرا 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 أيمن. شكرا 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 يا أطفال. الشيخ إبراهيم مزهودي هو من بين الشخصيات اللي حضروا المؤتمر الصمام،
وعلى بالكم ما يخفاكمش بلي مؤتمر صمام هاد السنة 2016 رانا نحتفلوا بالذكرى الستينية، يعني مرت 60 سنة منذ 20 أوت 1956 إلى 20 أوت 2016 60 سنة. إذن هاد العام هذا كله نحتفل بالستينية، لذا نختار شخصيات اللي حضرت هذا المؤتمر اللي كان أول مؤتمر اللي نظمت فيه ثورة التحرير صفوفها. يا أخي واش رأيكم بما أننا نحتفل باليوم العالمي للطف، دونك لا جورني انترناسيونال دو لا جونتيس، عمو يزيد حبي يغني لكم أغنية نقول فيها ساعدني ساعدني محتاج لك. يا أخي يلا ساعدني محتاج لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعدني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني معاق راطيع سيري، كل يا معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق راطيع سيري، يا معينا كم تلقى من خيري. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. برافو 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 برافو. عجبتكم الأغنية يا أطفال؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ نقول عمو سليم. يلا إذا كمل نرحبوا بعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية. مرحبا بك عمو سليم.
برافو 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 برافو. عجبكم عمو سليم؟ ألوان العلم الوطني يا أخي، تعرفوا ألوان العلم الوطني؟ شكون يقدر يقول لي لماذا يرمز الأبيض؟ تعرف؟ واسمك؟ وليد بن يحيى. وليد، لماذا يرمز الأبيض؟ للسلام. للسلام، برافو 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 برافو. شكون يقدر يعرف لماذا يرمز الأحمر؟ الأحمر الأحمر. واسمك؟ نعيمان دريش. لماذا يرمز الأحمر؟ لدماء. دماء من؟ المجاهدين. شهداء. نعم. دماء الشهداء. الشهداء. فوالا. والأخضر؟ شكون اللي يعرف الأخضر؟ ها؟ شكون اللي يعرف الأخضر؟ تعرفوش الأخضر؟ تعرفي؟ واسمك؟ رحمة. رحمة، لماذا يرمز الأخضر؟ للجنة. لا لا، ماشي للجنة، يرمز، تعرفي بنتي؟ واسمك؟ أمينة. أمينة، لماذا يرمز الأحمر؟ أرض الوطن. الأخضر لماذا؟ يرمز الأخضر إلى أرض الوطن. أرض الوطن، سي با إكزاكتوم أرض الوطن، ولكن لون السهول. يا أخي، خضرة السهول. إذن يا أطفال، واش رأيكم دركا؟ تحبوا الحكاية؟ يلا، عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الرجل الصالح والكلب. يلا معي. يا أطفال، كما وعدتكم مقبلة، عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية شيقة. تحبوا الحكايات؟ أنا تاني كي كنت صغير كنت نحب الحكايات، كانت جداتي في كل مرة تحكي لي حكاية، ولكن حكاية الملاح هما الحكايات اللي فيهم عبرة في الأخير، اللي فيهم حاجة نستفادوا منها. يا أخي، واحد النهار كان واحد الراجل يمشي في الصحراء وكان عطشان، يمشي يمشي يمشي، عطش قريب مات بالعطش هذاك، يطيح يعاود ينوض، عطشان بزاف. ومن بعد فجأة هكذا الحق لواحد البلاصة فيها بير، ان بوي، كسب هذاك البير، قال الحمد لله يا ربي. ومن بعد هبط للبير هذاك، هبط وشرب الماء وعاود طلع. لما طلع من البير قاعد يحمد في ربي هكذا وقاعد. ومن بعد شاف واحد الكلب قدامه، هذاك الكلب كانت واحد الارض هكذا مشمخه شويه، شافوا يلحس في هذيك الارض هذيك تالمو سيتي يوميد، حب يلحس هذيك الارض. ومن بعد قال يا ربي سبحان الله، هذا الكلب هذا راه عطشان بزاف، كيفاش ندير باش نشربوا الماء؟ قاعد يحوس عليك شي حاجه باش يجيب له الماء من البير، ما صاب والو، ما صاب لا بدون داك شي حاجه والو. وشاف بلي هذاك الكلب هذاك راهو عطشان بزاف. ومن بعد جاتو فكره، الى يونيدي هكذا، هبط للبير وطلع له الماء. عباكم فاش طلع له الماء يشرب هذاك الكلب؟ طلع له في صباطو. باش تشوفوا الانسان هذا كان حاب يدير الخير في هذاك الكلب، طلع له الماء في صباطو، وهذاك الكلب شرب من هذاك الماء وعاش. عمو يزيد، عمو يزيد، نستخلصوا من هذه الحكايه، يجب حسن معامله الغير حتى الحيوان. بالضبط بالضبط بوبي، برافو 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 برافو. إذن يا أطفال، يجب دائما حسن معاملة الغير والرفق بالحيوان. يا أخي، عبركم بلي الدين حسن المعاملة، لازم دائما نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الناس. يا أخي يا أطفال، برافو. يلا معايا يا أطفال، كما قلنا مقبلة، يجب حسن معاملة الغير. اليوم عندنا أطفال راهم معنا من جمعية كافل اليتيم فرع مدينة مفتاح، وراهم يرفعوا يديهم. مرحبا بكم، مرحبا بكم. إذن نرحبوا بهم، نرحبوا بهم. عبالكم جمعية كافل اليتيم عندها فروع بزاف، عندها فروع كثيرة في كامل ربوع الوطن، وحنا دائما نساندوا هذه الجمعية لما تقوم به من أعمال تجاه الأيتام. وحنا اليوم نديروا ان ابل، يعني نداء للناس، لازم يساعدوا هذه الفئه هذه، وما عليهم الا يتوجهوا، اللي حاب يعاونوا كامل يتوجه لجمعيه كافل اليتيم. واليوم راه معنا فرع مدينه مفتاح، اللي يقدروا يتصلوا بهم كذلك.
تاني كاين اصدقاء راهم عندنا هنا ضيوف، ضيوف جاونا، جاونا من بريطانيا، من انجلترا. يا اخي تعالوا ارواحوا ارواحوا، كامون 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 كامون، ارواحوا اقعدوا هنا في زوج. يلا زيد عندنا هنا. فوالا، واسمك؟ ملك. ملك، وانت اسمك؟ نوردين. نوردين، تعرفوا تهضروا شويه العربيه؟ اه بيان. بزاف العربيه. اه بزاف العربيه، برافو. يا تعرف شويه اكثر مني. اه وي، اما لازم تعلمي له. واش عندكم؟ تقدروا تحكوا لنا كان شي بلاك ولا حاجه؟ واش حبيتوا تقولوا لنا؟ قولنا واش حبيت تقول. بلي حياه في الانجليز وفي حياه هنا ماشي كاع كيف كيف. اه او تانيت في الانجليز شولا واش كيفاش ما مسمى ماشي كيف كيف هنا اسمها يعني. مغيمه. اه صح، الجزائر فيها الشمس بزاف. اه البرد، البرد في الانجليز. كاين المرات في الانجليز كاين البرد، وكاين المرات في الانجليز كاين سخانه. اه ما في الجزائر كاين دائما سخانه. اه واش تاخر، واش حبيتي تقولوا لنا؟ شو واحد قولوا لنا حكايه ولا واش حبيتي؟ قولوا لك على الانجليز والجزائر. اه يلا يلا. باللي الجزائر هي ماشي كيف كيف الانجليز، باسكو هما يحضرون عرب ولا فرونسي، وفي الانجليز يقدروا يحضروا فرونسي و تاني تون انجلي، وفي الجزائر يقدروا يحضروا عرب فرونسي وقبيلية. اوكي اوكي، واش حبيتوا تقولوا بالانجليزي؟ قول قولهم حاجة. واش أجوب؟ This is a fun day. Okay, thank you. Thank you for letting us stay here. It's been a pleasure to stay here and I like it. Okay, okay. وانتي خلاص؟ قالوا لكم باللي عجبنا الحال كي جينا لعندكم هنا ورحبتوا بنا وعجبتنا بزاف. عجبتنا بزاف. اوكي. Okay. إذا تحية تحية، برافو برافو برافو، يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. شكون اللي عنده نكته يجي يحكيها لنا؟ شكون اللي عنده نكته؟ روحي بنتي تعالي تعالي. عندي غنيه. عندك غنيه؟ تفضلي. في وسط الميدان يقف في امان، يقف الزحام ويحفظ النظام، في فمي صفاره يعطي بها الاشاره. برافو. وشكون هذا؟ واسمو؟ الشرطة. الشرطي، برافو برافو بنتي. الشرطي، شكون اللي عنده نكتة؟ شكون اللي عنده نكتة يجي يحكيها لنا؟ شكون؟ شكون اللي عنده نكتة؟ عندك نكتة؟ تعالي تعالي. You have joke؟ ها؟ ما عندكش؟ شكون اللي عنده نكتة؟ تعالي تعالي. اقعدي بنتي، واسمك؟ بسمة. وين تسكني بسمة؟ في عين طايا. خيار الناس، احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد النهار واحد الراجل شرى طيارة، شرى طيارة وبعدك راح يسوق بها، كي قرب لبلاده قال له صاحبه طفيها طفيها شنو يضربونا بعين، يضربونا بعين، وبعد طفيها طاحوا. برافو برافو. تعالي بنتي روحي روحي، تقعدي بنتي. واسمك؟ آية. وين تسكني آية؟ في عين طايا. أختك هذي؟ لا لا تعرفيها؟ بتعمك. جيتوا بالمعرفة ولا عيطوا لكم؟ عيطوا لنا. سجلتوا ولا بالمعرفة؟ سجلنا. اه سجلتوا. هاي خلاص مرحبا بكم. احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد النهار كان واحد العسكري جا لبلادو في الجزائر، ومن بعدها قالوا له صحابه واش كانت جديد؟ قالوا له واحد الورقة مكتوب فيها 20,000 كبرت. مكتوب فيها؟ 20,000 كبرت. كبرت. برافو برافو يا أطفال. لحقنا دركا الجواب عن اللغز، كله ثقوب لكنه يحفظ الماء، ما هو؟ تعال روح. واسمك؟ كوبيدي محمد ياسين. اسمك طويل، كيف يقولك محمد ولا ياسين؟ ياسين. ياسين، وين تسكن؟ في كاليتوس. في الكاليتوس، خيار ناس. وش هو الجواب؟ الجواب هو النبات. لا لا، مش النبات.
كله ثقوب لكنه يحفظ الماء. تعالي بنتي تعالي. واسمك؟ أمينة. وين تسكني؟ في مفتاح. في مفتاح خيار الناس. وش هو الجواب؟ إسفنج. الإسفنج. برافو برافو. دونك هو ليبونج. ليبونج فوالا. تصفيق عليها تصفيق عليها. برافو سي ليبونج. وقادي بنتي هنا معمر بالثقب كله ثقوب لكنه يحتفظ بالماء. يا أخي أعطيني الهدية تاعها. أعطيني الهدية تاعها. احنا في كل مرة اللي يجاوب على اللغز نعطوا له هدية. هدية اليوم تتمثل في قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة لافو بنتي، وكذلك سيدي وشن نبولة، وكذلك سيدي أغاني عمو يزيد. إن شاء الله تستفادي بهم. تفضلي بنتي. لافو بنتي لافو تفضلي. إذن احنا اليوم الحقنا الركن اللي نحبو تاني كذلك بزاف اللي هو ركن عيد الميلاد. اليوم عندنا ملاك 8 سنين وهناء 6 سنين. تعالوا ملاك وهناء اروحوا واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو. يلا تفضلوا تفضلوا تعالوا تعالوا احنا نغنوا لهم عيد ميلادك احلى عيد. يلا التحقوا بيا تعالوا اروحوا كامل. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، وتعيش أيامها أفراح. ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهن نمرح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. إذن رحين نبدأ من 8 8 7 6 5 4 3 زوج 1. برافو 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 برافو. إذن يعطيكم الصحة لعقب 100 عام إن شاء الله. يا أطفال عمو يزيد في نهاية كل حصة يعطيكم شهادة، شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. إذن هذه الشهادة تاع هناء، هاكي هنا تفضلي، وهذه الشهاده تاع ملاك فوالا في ظرف هكذا جميل جميل. وانتم يا اطفال كلكم في نهايه الحصه رايحين تتلقوا الشهادات هذو تدوهم معكم باش تحتفظوا بهم كذكرى. يا اخي يلا اذا انا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناه. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء.
لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد